Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mesquine Clara le bédin. Clara le bédin. T'as laissé œuf ici? كلها البيض وما قدر ياكل والو اخر. في المهم ليمون حيدتهم كيف كتشوفوهم تبارك الله محلولين وكبار زوينين هاد الليمون صراحه. لينا هما هادو غادي نمشيو ناكلو ديك الساعه غادي نخلي له لسم الليمون الليل ان شاء الله. صباح الخير صباح الخير صباح النور كيف راكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا بخير. ممكن البنات اللي غادي يقولوا لي الجو ديال فرنسا ما كيجيش معاك، حنا عندنا الفيك غير اليوم. شوفوا كي داير نو، ولكن يمكن تخرج الشمس من بعد. المهم شفت شحال كاين من دوغري، كاين 24 دوغري اليوم غادي تكون. شفت على حسب شنو لبس لسا، ما عرفتش شنو غادي نلبس له. انتوكا ما علينا، غادي دابا راه الصباح لا غونتري سكولير ديال سام. غادي نوط. البارح كنت سلقت شي بيضات حيت كنعرفو هو كيعجب لهم البيض، الوغ سلقت شي بيضات قلت نعطي له وحده منهم هادي. ودابا غسلت البيبغو ديالو قلت ندير له فيه الحليب. لا 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 لا، غادي نعطي الحليب، نجبد الفرماج، العصير، ونشوف واش ياكل شي حاجه. دابا راهي دابا راهي دابا راهي وي دابا راهي السبعه نيشان كيف كتشوفوا ليه. دابا انا نمشي نفيقو، خاصني نحط كلشي و7 و4 نفيقو، 7 و4 نفيقو على ما ياكل، ونلبس له بشويه عليه ويفيق بشويه عليه، ونوري له هكا المحفظه ديالو جديده وديك الشيء. المهم حتى انا نلبس عليا قبل ما نفيقو، خاصني نكون لبست عليا وصافي. المهم هو عنده مع 8 8 و4 ولا 28 شو كلسيت، خاصني نتاكد. والله ما عرفت واش خلوني عنده، واش خلوني معاه شويه اولا لا اولا ديريكتوم غادي خاصني نمشي ولا ما عرفتش. ما حيدتش الفيرني باقي خاصني نحيدو، مي فريمون والله ما عرفت. ودوك كنتمنى يخلوني معاه شويه كوميم. صايبت الساك ديالو البارح، شوفوا هذاك الساك اللي كيطلبو، صايبت له السويك ديالو البارح، هذاك الساك اللي كيطلبو فيه الوساده، فيه واحد الملطه صغيره حيت هو غيكون كيدير لا كونتين تما، فهمتوا يعني كينعس تما. واحد الملطه صغيره وواحد جوغينغ الى ضيع شي حاجه، وشي دودونات ديالو، شي لعيبات ديالو، باش هكا الا شاف الدراري بالدودون وهذا ما يبغيش يحيدو لهم. خليت له واحد القشره، واحد سليب، وجوج كوشات زعما هكا الى فلاسيست. مي انا ما كنديرلوش فلاسيست، كنديرلو بالليل، ولكن اوكاو نهار الاول ونهار الثاني باش نشوفو واش يخاف ولا شي حاجه بحال هكا. دابا بقى لي البونطالو ديال هاد الجوغينغ راه في الطوموبيل، داك الساعه نديرو له وصافي. في المحفظه ديالو ديت له طابليه ديال لا كولور، ديك لي كولور اللي كيجي خلطنو ديال البلاستيك، هما نورمالمون عندهم واقيلا. وانتو كديتها من عندي، وديت له فيها واحد ربعه ديال لي ديناصور صغيورين كيعجبو له هو لي جوي ديالو. قلت زعما يمكن يقدر يحتاج في الاستراحه ولا شي حاجه بحال هكا. يلا نشوفكم من بعد. خافو ماما فيقتو الزين ديالي، فيقتو. كيسكي يا ماما؟ كوا؟ كيسكي يا؟ مسكين كلا غا البيضة، كلا غا البيضة، تا ليسي اف ايسي، كلا البيض وما قدر ياكل والو اخر. حطيت له انا زبيب، انا كيعجبني الزبيب لدراري صغار. المهم انا واحد البيسكوي خديتو له هكا بلي ديناصور، زعما ساعة الشكل ديالو خرج ماشي لي ديناصور مرسوم وصافي. ما علينا، عطيت له البيبغو ديالو، عطيت له هنا شويه ديال جود كليمونتين. هذا ليلي باقي ما كليتوش، انتو يلاه مسحت الفيرني ديالي، غادي ندوز نمشي نلبس شي حاجه غير خفيفه عليا، نلبس وقيله ديك لا روب اللي كنت لابسه يلاه كيف، وندير لها لي بابا باسكو ما عرفتش الجو كي كيبان. انتو كا هي اللي عندي شويه سخونه. هذا ما كان يا كسام سي با غاف سي با غاف، تو فا لي ليكول مون شيري. C'est pas grave. Tu vas aller à l'école? Mais c'est pas grave ça. Regarde l'autre. Dis-moi, dis-moi, dis Albina, tu vas aller à l'école, maman? Ah ça. Tu vas aller à l'école? Tiens, tu vas aller à l'école aujourd'hui? Oui. Tu vas faire quoi à l'école? الحبيبه على ضحكة مواح. يلا وامونج، يلا البنات حتى انا نمشي نلبس عليا وانا معكم. موا سام تو كارتابل، واو الى ان جولي كارتابل.
ديال الكارطاب ديالو. المهم خديت له فيه واحد جوج ديال النازورات صغيورين ليلو ودرت له فيه ديك الميكات بلاستيك ديال الالوان. لبست له شي حاجه غير بخاتيك هكا سريول فاش يكون مريح. درت له النايك ديالو جديده ودرت له هذا هاد الخميجه هادي تمشات لي مع السرول. ماشي خميجه هو بودي ما عرفتش شنو نلبس له ما عرفتش الصاد ولا البرد. نو توش با توش با نو نو نسيبو صافي لبس له هادو صافي وقيله وغادي ناخذ له ما عرفتش واش ناخذ له شي حاجه من الفوق ولا الساي. نو شوف عملت له شوكولا بارتو سام سايي سي تامونجي سي تامونجي سايي سينو سي فيني. انا راه لبست الكسيوه ديالي اليس سي غادي ندي. يلاه البنات نشوفكم البنات صافي انا رجعت للدار الصراحه بقاف يا سام نخلي بوحدو ولكن ما مسوقش للعالم ما قدرتش نصور كانوا تما الدراري. شحال الساعه دابا؟ 9:45. المهم جلست معاه شويه قلت زعما الا حيت لا كلاس ديالو فرقوا الدراري كل واحد فين جا. لقيت تما الجاره ديالي وبنتها انا صحابي راهي في ليكول لي مورانا ساعه راهي في نفس ليكول يبقى لقيتها تما وصحاب لي غادي يدخلوا يقراو اونصوم ساعه كل واحد والكلاس ديالهم راهما يقرب قرب لبعضياتهم. ما علينا البنات كي سميتو جالس كيلعب راه كيضحك عادي جدا. قلت له حبيبه ديالي انا غادي نمشي اوفا قل اوفا لماما قال لي اوفا ودار لي بيزو ما بكى ما والو. صافي عطيت لهم الحويجات هذيك الحويجات اللي صايبت له على ود باش ينعس تما وهذا باش يتولى في كل شيء. قالت لي واش غادي يجلس ينعس باسكو صاحبتي كانت غادي ترجع موراها مع العشرة. صافي ومن مين شافت بلي سام غادي يجلس حتى هي دارت لها لا كونتين واخا باقي ما تسجلاتش غيتحسب عليها شويه غالي اليوم ولكن ابخي غادي تمشي لا ميغي غادي تسجل في لا كونتين وكلشي. صافي انا كنت سجلت قبل راني شاركت معكم كلشي. غادي يجلس تما ودابا حتى 4:30 ان شاء الله غادي نمشي نجمعو. وبقيت كنوصف داك الديريكتور كيقول لي كوني هانيه راه كاع الدراري هنايا وكوني هانيه حتى الى تورنيمال زعما لو جيت تورنيمال ولا شي حاجه غادي نعيطو لك. حاجه وحده وصوني عليها هي خاصني ماركي له النوع على كاع لي زابي ديالو باش هكا ملي كيبدلو لهم هذا ما كيبقاش يتلفو كيديروا هي هكا كيشوفوا السميه ديالو. ما علينا ديت له لي شونج ديت له داكشي ديالو كلشي. دابا ان شاء الله مني غادي نمشي مع 4:30 يا اما نمشي انا يا اما مراد ولكن البروميير جور جو بريفير نمشي انا باش نشوف منين غادي نجيبو ومنين غادي ندخلو. هذا كتشوفي كيكونوا العيالات بزاف من بعد مني غادي نشوف انا فين كيمشيو واش كناخذوهم من داخل ولا على برا ديال ليكول. هكا نقولها له المراد ومن يمشي البروشين فوا صافي يمشي ديريكتوم. صافي حبيباتي وهادشي اللي كاين. خليت سام صراحه ما عطاتنيش خاطري خليت لا جورني غادي نتوحشو بزاف وصراحه لو كان ما كانتش معايا ديك الجاره ديالي كنت بكيت وغادي تشوفوهم واحلين. جاتني البكيه ولكن لو كان كنبكى كثر في الكلاس ديالي كانت واحد البنت كتبكي مسكينه ما قدرتش تبعد على والديها سوقتهم مشاو ولكن تما واحد لاسيستونس ماتيرنيل هذيك اللي كتكون معاهم كتكون مع لا ميتريس كتكلف بهم. وهذا صراحه كانت على برا وانا كنت فين داخل في الكلاس ومني خرجت على الغفله لقيتها شادها بالكاله وكتبردها وهذا وشادها بواحد الطريقه واعره يعني فريمون حنينه 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 وظريفه. ومني هضرت معاها ودخلت شفت البيت هكا فين غادي ينعس سام وديكشي مجموعين كينعسوا كاع الدراري اللي تما فديك الكلاس كينعسوا تما اللي كيخليوهم بحال دابا الانسان اللي عنده الخدمه اللي عنده كيخليهم تما. ومني شفت وهضرت معاها قالت لك كوني هاينين انا كندير لهم بحال ولادي يعني حتى ولا خرجنا ولعبوا على برا كتشوفوا يحادي ولا ما يحادي وكنبدل لهم تو تسويت يعني ضروري خاصهم لي شونج سينو عندهم الشونج ديالهم مي انا كندير له ديالي فهمتي. وصافي حنينه حنينه مي فريمون شفتها على غفله وكانت حنينه حنينه كانت فواحد البلاصه غير هي وديك البنيته كتطبطب عليها بحال شي ميمتها والله العظيم يعني فريمون خاص تشوفوا بعينيكم. كنت بغيت صراحه نديرو في الكلاس ديال جارتي ديال لينا بغيتو يكون معاها مره باش هكا يكونوا مع بعضياتهم. ايوا مشيت عند ديريكتور قلت له زعما واش هي امبوسيبيليتي تشونجي الكلاس يعني يجي هنايا باسكو كيعرفها ديجا. قال لك نو سي ديجا في يعني واخا تبغي تشونجي بين القسم والقسم قال لي نو واخا لي بوتيت سيكسيون ولكن عندهم قوانينهم كومون. ويلا حبيباتي المهم صافي هذا مكان دابا بقاو معايا نشوفوا التتمه ديال هذا ديالي نوجد واجد مسائلي والغدا ديالنا وكلشي. دابا باقي الحال عرفت شنو غادي ندير جوفي تورني لا فيديو وقيلا ما عرفتش واش في هذا لا فيديو نوريكم حويجات ولا لا ماشي في هذا لا فيديو غادي نتورني نوتخو فيديو مادام دابا لابسه وماكيه يعني هذا الشيء دايره غادي نشعل الكاميرا ديالي وغادي نتورني فيديو نوريكم فيه لي زاشا ديالي كاملين وسناوه الغد ليه ديال هذا الفيديو غادي يكون ديك الفيديو. صافي البنات انا نجلس دابا ونوريكم كلشي هادي حسن ومن بعد نكمل معكم الفلوغ ديال الغوتين ديالي ديال الدار. المهم سام خاصهم مني يخرج من ليكول يلقاني وجدت لكم شي حاجه حبيبي غادي تحس
حسبوني حمقى ولكن سي لاب خبيه فون فارقه. والله العلي العظيم راه خالتي ماما تمورة دائما كتقول لي خليه معايا سيري للسينما سيري هنا سيرو الغيستو باش جلسوا ترونكيل سيرو. حتى في عيد الزواج ديالنا كندي معايا ملي كنمشيو لبيت غالتا كندي معانا. ما كنبغيش نفرقو كنبغي يعيش معانا لحظه بلحظه باش يطلع هكاك بحالنا يطلع بحالنا يدي مراتو يدي وليداتو يمشي للغيستو يسافر يطلع متفتح يطلع مولف ديك الوجو ويخليه دائما في حياته يخرج اختو يمشيو ياكلوا على برا هو واختو يطلع في شي شكل ما يطلعش معقد ولا ديك النوع نتاع اختي لا اختي ما خصنيش نضحك معاها خصني نضربها خصني ندخلها خصني هادي خصني هادي يطلع بحال اللي طلعنا حنايا كاملين. واخا كدابزي انت وخوك كديري كيف الصغار وهذا ولكن من بعد كتكبروا يعني كنخص العلاقه تبقى مزيانه من الصغر داكشي من الصغر. والاغلبيه كيكون لافوت الوالدين من الصغر ما كيديروهاش بالعاني ولكن كيكون شي ديفوت سير ضرب اختك قول لها تجي مثلا بحال هاد الشكل لا هادشي اللي باغي ربي عليه ان شاء الله هذاك الشيء كنخليه يبارطاجي معايا كلشي. ودابا جاتني فشي شكل اول مره كنت كتقول لي خالتي كتقول لي كديري لها ليكول تبقاي معاه وبصح نيت دريكت قال لي جلسي معاه واخا لو دوزيام جور نورمالمون وما عطيت له حتى شي اعذار على البارح الصراحه يمكن عقل بلي قلت له ديجا بغينا نسافروا كيسميتو شنو اخر يا ربي نسيت وي كنت كتقول لي كيفاش غادي ديري ليكول قلت لكم قلت له الديريكتور زعما واش غادي نحطو هذا قال لي تي بوغيستي افيك لو ام قلت له شكرا جلست معاه شويه ولكن صافي ملي لقيتو كيلعب قلت بلا ما نكثر غادي نتحرك ونخليهم نشوف كيفاش غادي باسي لا جورني. كانوا الدراري صغارين بحالو ولو ما معاهش في الكلاس شي واحد كبير عليه مثلا يضربو ولا حاجه بحال هكا كانوا الدراري كلهم صغار جالس كيلعب بالطوموبيلات. دابا اصلا قلت لها الميتريس ديالو بلي جبت له الطابليه هيدا الا درتو لي كولور ولا شي حاجه راهي عنده في الصاك قالت لي فزانكيتي با عندنا كلشي عندهم كلشي داكشي ديالهم الوغ فوالا. المهم خليكم معايا غادي تشوفوا معايا حاجه اخرين في الفلوغ وغادي نوض نصور لكم هذا الفيديو وانا معكم حبيبات ديالي. المهم انا ساليت الفيديو اللي كنت كنصور لكم ديال الحويجات المهم كملتهم كاملين مهنا اهو مهنا المهم كملت كلشي غادي تشوفوا ان شاء الله غدا كونوا في التتبع اللي ما كنتيش دايره ابوني ديري ابوني باش تشوفي الفيديو. وانتو كدست الكوزينه حطيت هنا ليمول كنت جبت ليمول عندي هنايا 2 كيلو بريسك 3 كيلو قل 200 غرام نتاع ليمول هكا بحال هكا نقيتهم غسلتهم عاودت لهم تغسيله 2 المرات المهم راهم نقيين حطيتهم هنا غادي نطيبهم نديرهم ماغيني غادي تشوفوني كي غندير لهم. وعندي هنايا البطاطا كتشوفوها طايبه هنا والثومه والبصله المهم غادي ندير المعقوده ندير ليمول بعدا ماغيني ماغيناد ندير معاهم لي فخيت عرفتوا ليمول وفخيت وندير ما عرفتش واش ندير معاهم لي فخيت ولا نكتفي ب ما نديرش لي فخيت لا ندير ليمول وغادي ندير المعقوده حيت اصلا غادي ندير فيها البطاطا ندير المعقوده وغادي نشارككم معاكم. المهم معقوده وندير لي زونيون رينغ البصل دوائر هكا وفي ديك المقرمش المهم تعالينا شي حاجه غير الديباناج في دفا سمره غياكل في المدرسه بيان سور وانا داك الساعه باش نكمل مع شغلاتي ندير المونتاج صافي. وداك الساعه راه دغيا غادي توصل 4:30 غادي نمشي نهار الولي انا كيف قلت لكم هي غير نوري لكم ديك اللعيبه اللي كنت خديت من شيين واعره ما بغيتش نفيق مراد باقي ما ناضش هادي كتجي زوينه شحال زوينه جا فيها لي بارفا ديالي جا فيها كيسطيو كتعطي واحد المنظر خطير جدا كتبان بحال الدجاج هي البلاستيك هادي خديتها من شي اين البنات فوالا تبلي تما انتوكا ما علينا غادي نقطع البصل نخلي هادي تبرد شويه ما لقيتش اللاستيك ديال الشعشه الذهب القلم الرصاص وهذا كتهبط وحاش الكوزينه ديالي تمام هادي 8 ايام ما حديتش حاجه بيدي الله هذا اول نهار غادي نطيب فيه صافي دوبيا زعما الصراحه كتجيب طاقه ايجابيه بحاجه جديده جيم تخوف وهكا عندي لا جورني بعدا راني مهنيه المهم علينا البصله بحال هكا غادي نشدوها وتقطعوها دواو بحال هكا غديروهم شويه غلاض بحال هكا داك الساعه البنات غادي نخويوها غناخذو كل وحده
بوحديتها فهمتوا كنوريكم بحال هكا تقطعوها بحال هذا الشكل. ها يا ناري عينيها واو الا قلت لكم البنات بلي ودنيا باقي مسمكين والله الا باقي مسمكين وعينيها وهي هي. المهم هذا نحتاجه نديرو في ليمول ما غاديش يصلح لي هاد الغسيل او نحلهم كاملين كيجيو بحال الكالامار كتخدميهم بالطريقه ديال الكالامار كيجيو مقرمشين هاد لي كيجيو دايري بحال الكالامار. ودابا غادي ندوزو نصايبوهم. المهم غادي نوجد معايا داك الشيء هنايا حدايا باش ما يجيش الفيديو طويل ونطول عليكم على والو. نوجد كاع لي زانغريديو اللي غادي نحتاج لها في هذا ولا في البطاطا ديالنا المعقوده راكم عارفين كي كنديروا لها سيرو تقدر تكون شي وحده كدير لها طريقه مختلفه. المهم غادي سخون هنا حطيتها هنا احرق هذا كنتوكا غادي نوريكم الطريقه اللي كندير انا اللي كتعجبني صافي هذا ما كان يلاه بقاو معايا نوجد لي زانغريديو وانا معكم الحبيبات ديالي. انا حطيت عندي لي زانغريديو اللي غادي نحتاج في المعقوده الاول ونخليها تبرد هي نيت. المهم عندي هنا ديك الكاسرونه هي نيت ما غاديش ندير بزاف الماء ونحل فيهم هي باش نبين في اليوتيوب عادي جدا. المهم في الكاسرونه نيت شديت البطاطا طحنيها ولا ديري اللي بغيتي عندي هذاك العباد الحديد ولكن انا كنت جابده ديجا هذا فوالا البنات. المهم درتها مزيان دعكتها مزيان. المهم كي درت لها البطاطا عادي كتقطعيها كتقشريها كتقطعيها كطيبيها في الماء كديري لها شويه الملحه كطيبيها في الماء من بعد كتشرب شويه الماء هي كتخوي ديك الماء اللي بقى في اللي بقى كتشديها كتعكيها بحال هكا بالفرشيطه ولا باي حاجه حتى كترجع هايده بحال الكريمه. ومن بعد البنات دابا اش غنديروا غادي نشد ثومه وحده ثومه وحده غادي نحكها عليها شوف عندي شتها. المهم علينا غادي نحك ثومه وحده هذه المعقوده ما نديرش بزاف وكبيره ماشي شي وحده صغيره. الا كان عندك ديك الثومات صغاري ديري جوج انا دايره انا بزاف ديال قيله نزيد وحده باسكو عندي بزاف ديال البطاطا نزيد وحده صغيره نزيد وحده صغيره فوالا البنات نحيدو ديك الثومه كلها الثومه نضيفو شويه الملحه ماشي بزاف حيت ملحنا ديجا مني كانت كطيب عينك ميزانك باش ما تجيش بزاف وميمتو ما تجيش مسوسه. خاص المعدنوس المعدنوس باقي ما عنديش البنات عاد خاصني نتقدى داكشي. عندي هذا اللي كناخذ من الدي هذا ديال السلطه فيه المعدنوس فيه البصله فيه الثومه وفيه سيبوليت الو غادي ندير هذا غندير منه غير شويش انا بغيت ناخذ داكشي الخضر نورمالمون كيما معليش كيجي زويون هذا. حماتي كتعتمدوا بزاف لي غوسيط انا صراحه كنخليها غير الشلاضه كي حماتي كديروا بزاف حتى في البيفتيك كديروا كيجيها غزال غزال. ديروا شويه ديال الخرقوم غير شويه ماشي بزاف عينكم ميزانكم شويه ديال البزار ينسم وضروري البزار شويه او شويش ديال التحمير المذاق بيان سور فوالا هادشي اللي غادي نحتاجو دابا ونحركو نخلطو نحركو ما نعرف علي بقيت عارفه نهضر دابا. المهم نخلطوها مزيان وداك الساعات نزيد واحد البيضه راه هاد الجنسات كامله. ودابا ناخذ البيضه بسم الله اكبر او لو فيها بيضه ونخلط او كسميتو او صافي. وغادي ناخذ كمين مشى في يدي المهم حتى تبرد تكون مدوره وندوزها في ديك الطحين بحال هكا مدور و نطبطيها شويه في يدي بحال هكا نرجعها بلا وتكون داك الساع عندي الزيت طايبه بزاف وتكون غارقه شويه ونقليوهم داك الساع. هادشي صافي البنات اللي كاين في المعقوده. المهم دابا كنميلونجي ديك البيضه مزيان دابا نخليها نحلها بحال هكا ونخليها تبرد. المهم البنات بالنسبه لهادو لهاد لي زونيون رينغ هادو جبت واحد الطبسيل هنايا اللي غندير فيه الدقيق وين نسيت الدقيق شفت كلشي ونسيت الدقيق شفتي شفتو على عقلية أيوا هو هذا الدقيق فوالا. المهم غادي نحتاجو فيه الدقيق الزعتر المايزينا بيضة وحدة والحليب ياكو غنقولكم. دابا أول حاجة غنديرها نحتاج واحد الكاسرونة كبيرة شوية عادية بحال هادي هاد الكاسرونة هادي ندير فيها شوية ديال الدقيق
شويه. المهم بحال هكا نقولوا اللي غادي يكفيني اللي غادي يكفيني هذا باش يتعمروا بالدقيق كامل. المهم ندير له بحال هكا، نحط فيه هاد لي زونيون رينغ هادو. حمقتني هاد لا روسيطه البنات، بغيت نديرها صبروا. وغادي نسد بحال هكا خاصني واحد الغطاء مزيان شي حاجه صغيره. شوف هذا صغيره بحال هكا، ونبقى نقلبو بحال هكا هاي نقص دقيق. ولكن الاهم عندي هو انهم كلهم هذوك البصيلات يتعمروا بالدقيق بحال هكا. نزيد له شويه يسد فوالا. غادي نحطهم نستفهم هنا دابا، هادو فيهم الدقيق نستفهم هنا. كل وحده راها فيها الدقيق ديالها. على البنات كيبقى لكم شويه الدقيق هنايا مرصب، غادي تزيدوا عليه المايزينا. مايزينا ديروا غير ديروا شي ثلاثه د الحفنات صغورين. هاولا نقولوا حنا واحد ربعه د المعالق هكاك، ربعه د المعالق ديال المايزينا كبار صافي بحال هكا. او عندكم هنا شويه د الزعتر، ما نقويش بزاف مراد ما كيعجبلوش. قويش بزاف وبيضة. دابا كلشي عندي هنايا نزيد عليهم بيضة ودابا البنات ضيفوا الحليب. الحليب شويه ماشي بزاف يعني على قد شو المعنى دغيا فيهم البركه. صافي بحال هيدا سيروا بحال هكا. خاص يكون جاري كنخلط حيت المايزينا دغيا كتكور. المهم البنات انا جمعت شويه دابا درت هادي سخن. كسميتو هاد الاخر اللي فيها المايزينا وهادي ما كنطيبوهاش. المهم باش نبريسيزي وصافي في الهضره، ما كنطيبوهاش هادي اللي فيها المايزينا والحليب وهذا، كنخليوها هكا كنحطو فيها هادو البصله ديالنا كنرقدوها فيها بحال هكا، وكنرجعو نديروها في لافارين عاديه هنا، كنرجعو نديروها عاوتاني في لافارين عاديه عاد كنقليوهم. المهم علينا دابا اول حاجه نديرها هي نصايب المعقوده ديالي، عاد ندوز لي زونيون رينغ هادو الاخرين. المعقوده هي الاولى دابا راه بردات وبردات، غادي نحطها هنايا حدايا. حطيت هاد اللعيبه هنايا باش نحط فيها سينو. غادي ناخذ في يدي هكا كميه. المهم بغيتو الكوره هكا ونحطها ديريكتومون على لافارين فوالا، نحطها على لافارين بحال هكا. داك الساع نورك عليها غير شويه ماشي بزاف، ونحطها هنايا. كديروا لافارين في يديكم في اللوان ولا اي حاجه ولا الماء اللي بغيتو، انا جو بريفير لافارين حسن. ديروها غير هكاك بلا ما تصايبوا لها لافورم، عاد تحطوها على لافارين، تحطوها هكاك بحال هكا دويبيره، وعاد داك الساعة كتوركو عليها كيما جات. يعني ماشي ضروري تجيك باغي، تجي كبيرة صغيرة ونصوفو. ندير هكا وناخذ. المهم البنات انا رجعت معاكم، كنت ندي ضربتني البصلة عاوتاني في عينيا كغاش
انا مفصله عالم خاص. المهم ما علينا، انا درت طنجره اخرى هنايا غادي نضيف عليها الزبده بيان شاء، غادي تاخدي على حسب الكميه اللي عندك. انا شفت شحال عندي، عندي 2 كيلو شي حاجه، حيت الليمون ملي كتجي كتاكليهم ما كيكونش شي حاجه، يعني لو الا درتي كيلو ما بحال اللي ما درتي والو، فهمتي؟ يعني لو الا كنتي حاطه دي بلا اخرين وهذا ما علينا. وانتوكا غادي ندير هذا القدر ديال الزبده قد هكا، وعندي هنايا البصله قطعتها ديجا على حسب القدر اللي عندي، درت بصله ونص كيف كتشوفوا. نورمالمون خاصكم تشلضوها احسن من هكا، انا شلطتها بحال هكا ما سام ديغونج با ديك البصله اللي كتبقى، ماشي ضروري يجيني داكشي بحال لا سوب الوغ سام ديغونج با. المهم درت الزبده على ما تذوب شويه، غنضيف عليها هذا. نورمالمون كديري المعدنوس، كديري المعدنوس مقطع صغير 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 بحالو بحال البصله. انا ما عنديش معدنوس، غادي ندير نفس نفس هذاك اللي جمعت، ما عرفتش علاش جمعتو، هذاك ديال الشاده فيه المعدنوس وكلشي، هذا هو اللي غادي نستعمل، هذاك اللي غادي ندير معاه. علينا دابا بدات كتذوب، غادي نديرو هكا فوالا نزلت البصله، ونزيد معاها هذا فوالا. وكتضيفي كتضيفي باش داك الساعه كيطيب كلشي هو هذاك، ندير له هكا اللي حتى كينفور حتى كيطيب. دابا غادي نزيدو السيترون، السيترون البنات غسلوه ودعكوه بحال هكا باش يخرج منه الماء بزاف، خاصنا العصير ديال الحامض. كيف قلت لكم نورمالمون النصارى كيديروا في 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 ليمون ماغيني كيديروا فيه الكول الابيض، ولكن كيغون بلاصي الحامض، والحامض كيعطيه مذاق رائع رائع. وصافي واخا دوز في هذيك البيبا ديالو ماشي مشكل، باسكو ابخي انت كتاكلي ليمون ولا كتشوفي. المهم نحيدهم اللي باينين لي وعصري. ما تنساوش البنات الليمون خاصكم تغسلوهم مزيان ملي كتجيبوهم من المغازا، ملي كتجيبوهم من المغازا ما كيكونوا صافيين بحال هكا، كيكون فيهم مثلا بحال هذا الشيء وهذا، خلو كله خاصكم تحكوه بالموس. وهنايا ديك الجناب هنايا كيكونوا بحال الشعر، كتحيدوه لهم بالموس كتنقيه. سينو شنو كاين اخر؟ هذوك اللي كيجيو محلولين هذوك كتلوحيهم، هذوك اللي كيكونوا محلولين كيكونوا مراد ديجا، هذوك ما خاصكش. سينو ملي كيطيبو كتبقى لك شي وحده مسدوده، هذيك المسدوده ما خاصكش تحليها وتاكليها، هذوك كيكونوا مراضين يعني كتلوحيهم ديريكتومون ما كتحليهمش، واخا يكون عندك النص ديال الكميه مسدود ما تاكليش، الاحسن للصحه ديالك. المهم صافي هما عندي هنايا، كيف كتشوفوا الريحه كطلع كتحمق ديريكتومون، الريحه كتسطي. المهم ها هو دابا نخليه يتشحر شويه من بعد نزيد عليه الليمون. صافي البنات المهم انا حطيتهم هنايا في هذه الطنجره هذه، دابا غادي نسد عليهم، غادي تحسبوا جوج دقائق با بلوس، جوج دقائق البنات، جوج دقائق كتحلوا عليهم كتلقاهم كلهم حالين فمهم. صافي كتحيدوهم، غادي ناخذ واحد الصلاديه، ناخذ واحد الصلاديه فاش غادي نكبهم، غادي نحط فيهم ليمون هكاك، ومن بعد غادي نصفي، ماشي نصفي، غادي ناخذ ديك لو جو في واحد الطاسه اخرى، ومن بعد غادي نخويه فوقهم في الصلاديه. المهم الا لقيت فين نحط التليفون ونوريكم. المهم البنات مراد فاق جا هو هذاك علينا الوقت الماكله. صافي المهم الليمون حيدتهم كيف كتشوفوهم تبارك الله محلولين وكبار زوينين. هاد الليمون الصراحه لقيتهم بخومو ب 4 اورو الكيلو 400 غرام، صورتهم لكم في ليزاشا ديال البارح، فيديو ديال البارح واعرين. وانتوكا خليت هنا النص باسكو هادو كانوا الفوقانيين ما بغاوش يتحلو حيت ما وصل لهمش الحراره، خليت داك النص حتى يتحلو عاوتاني ونحطهم فوقهم، وداك الساعه غادي نغوكوبيغي داك لوجو اللي كاين في الطنجره ونخويه من فوقهم، وداك الساعه صافي كتقدموه. هذا ما كان، دابا نقلي هذا وصافي، وغادي تشوفوا معايا في الطبله في الاخر. وي بغيت نسولكم البنات، دابا كاين روينه، المهم كاين هنا حويجات، نيزيتي با تقولوا لي واش هاد لودغا هذا نخليه هنا في الصالون ولا نديه للجهه الاخرى اولا نحيدو كاع، باسكو حمقني هذا خديته من شيين، واعر 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 هاد لودغا هذا كيسطي، مكتوبه فيه هنايا هاد هوم بيوتيفول، حمقتني حمقتني. وقولوا لي واش نخليه هنا اولا نديرو في ديك لوكواليه، باسكو طويل طويل فيه جوج متر، هذا خديته لبيت نعاس وخديته هنا الوغ هذا فيه جوج متر، و الا درتو ليه ما غاديش يجي، غيجي طويل بزاف في الارض.
نتوما قولوا لي. المهم انا نوريكم الشكل دابا، ما ديروا بحال اللي ما كاينينش ديك السيكان تما. دابا الجون تاع الشتاء زعما قلت ندير فيه ديك لودغ هكاك. فوالا ها انا البنات يلاه كملت، عاد غادي نحطهم لهنا وجمعت شويه من هنا، باقي غادي نجمع. المهم ها هما ليمون اللي ما غاديش ناكلوهم، هادو يتلاحوا في الزبل حشاكم حيت ما تحلوش، يعني هادو مراض الا كليتوهم غادي تمرضوا. اون توكا فوالا هذا ما كان. وصفيت ديك الماء كله خويتو عليهم من الفوق باسكو انا كنت وجدتهم، وديك ديك لاصوص باقي سخونه لو كتخويهم من الفوق باش كيبقاو سخونين، وهادو كلهم محلولين كلهم. وديك لاصوص بداك الساعه ما كتصفيهاش حتى للقاع باسكو في القاع كيبقاو ديك الحجيرات وديك التراب شويه هنايا الا كتشوفوا بحال هاد الطريبات هادو صغورين، وهذا ما كتصفيهمش حتى للقاع باسكو ديك لاصوص تقدري تشربيها، يعني ديك هاد لاصوص هادي يعني تقدري تشربيها الا بغيتي. او لي زونيون رينغ ديالنا ها هما جايين بحال كالامار بحال هكا مقرمشين واعرين، والمعقوده هي هادي باسكو شي وحدين دابو من داخل ما عرفتش علاش ونقلتهم للمقله. المهم الغيزلطا ديال المقله ماشي بحال الفخيتسن، الفخيتوس حسن ماشي بحال المقله. المهم ما علينا هما هادو، غادي نمشيو ناكلو. ديك الساعه غادي نخلي له السم الليمون الليل ان شاء الله حيت كيبغيهم بزاف بزاف بزاف، وداك الساعه نخلي له حتى من المعقوده يسيبو هذا هو يكون العشاء ديالو، سينو ندير له واحد السوبر. المهم قولوا لي في لي كومونتير اش كتعطيو لوليداتكم من بعد المدرسه. صافي الحبيبات ديالي انا كملت معكم. المهم نجي للدون الاخر الماسكارا ديالي. المهم ما علينا، جيت للدون باش نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف، وشكرا على مشاهده الفيديو. ما ديوش عليا ما قدرتش نشوف الشمس، ضرتني البصلانين تنيت والله العظيم، يعني كلهم هبط لي الكحول ما شفتهمش كاع. المهم ما علينا، كيف قلت لكم غادي نمشي، وكنتمنى يكونوا عجبكم هاد جوج وصفات اللي شاركت معكم. بيان سور ماشي انا اخترعتهم، انا شفتهم غير في اليوتيوب. هذا مكان حبيباتي، وكنقول لكم بوسه كبيره ليكم وكنبغيكم بزاف بزاف. نيزيتي با تحطوا لي لايك وتقولوا لي سورتو في لي كومونتير شنو كتعطيو لوليداتكم ملي كيرجعوا بالليل بالنسبه للبنات اللي كيديوهم لاكونتين. هذا مكان حبيباتي، نقول لكم تشاو، نشوفكم غدا ان شاء الله. بيزو.